أحسن الله إليكم الشيخ. ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الطواف يتجه إلى مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركعتين ثم يتلو هذه الآية، والسؤال هل يقال أو هل يمكن أن يقال أنه يشرع أن تتلى هذه الآية يعني المعتمر أو غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في ذلك صحيح صحيح مسلم من حديث جابر الطويل المعروف، كان إذا فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ حين يتقدم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك ليشعر نفسه أنه إنما تقدم إلى هذا المقام ليصلي خلفه امتثالا لأمر الله. وكذلك أيضا حينما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة بشعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به، ليشعر نفسه أن هذا السعي من شعائر الله وأنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. وهكذا أيضا ينبغينا في كل طاعة أن نشعر بأن نفعلها امتثالا لأمر الله، مثل الوضوء، أكثرنا يتوضأ الآن على أي أساس؟ عجيب، على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، هذا هو الذي يكون على ذهن الإنسان، لكن ينبغي أن ينوي بذلك أنه ممتثل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، حتى يشعر بالعبادة والتذلل لله عز وجل. كذلك أيضا هو يتوضأ الآن على صفة مخصوصة، ينبغي أن يشعر بأنه يتبع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون جامعا بين الإخلاص والمتابعة. هذه مسألة والله نغفل عنها كثيرا، كثيرا ما نغفل عنها. توضأ لأننا أمرنا لأننا نعتقد أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن كوننا نشعر بأن هذا من أمر الله خير. على هذا ينبغي الإنسان إذا فرغ من الطواف وتقدم إلى مقام إبراهيم أن يتلو هذه الآية، وإذا جل من الصفا أول مرة، إذا جل من الصفا لا إذا صعد عليه، أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يعيدها مرة ثانية لا عند الصفا ولا عند المروة.